الامر هو البروك دايجرام. راح ابدا من المحرك، راح افترض هذا سكور الكيج اندكشن موتور، ركبنا عليه ابسولوت شافت انكودر. هاي بتعطينا ثيتا ميكانيكال، بتعطيني بالضبط البوزيشن تبع الشافت وين موجود. الابسولوت شافت انكودر بتختلف عن الانكريمنتال شافت انكودر. الابسولوت شافت انكودر بتقول لي بالضبط الشافت وين موجود كزاويه من 360 درجه، بيهمني بالضبط وين هي موجوده، وطبعا اغلى من الانكريمنتال شافت انكودر. فراح يطلع معي اوتبوت هذا بيمثل ثيتا. عندي الثلاث تيرمينالز اللي بيجوا على المحرك، راح اركب عليهم اللي نحط هذا هون، هذا هون عندي اي ان، والستار راح تكون ريفرنس. اللي ما في ستار معناها اكشوال، وهذا عندي هون اي بي، وهذا عندي هون اي سي. هاي هلا هذا السؤال اللي سأل قبل شوي، ايش هذا الكرنت اللي عم بيقيسه هون؟ السنسر ايش عم بيقيس؟ ما بعمل ار ام اس ولا بعمل اي بروسيسنج عليه، بقيم انستنتينيوس كرنت. فاذا بدك حتى تذكر نفسك هي حط هاي هيك ها، هذا انستنتينيوس كرنت، هذا الانستنتينيوس كرنت، قيمه الكرنت عند كل مايكرو سكند بعرفها. وباخذ نفس الشيء هلا هون، هذول هي صار عندي الكرنتس الثلاثه اي اي واي بي واي سي. في بلوك هلا رح يجي، هلا هدول الثلاثة طبعا رح يجوا من الانفرتر. فعندي 3 arm 6 component IGBTs. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، مظبوط. ايش الستة هدول؟ البلسز. بس ما رح نستعمل احنا بي دبليو ام، رح نستعمل الهستريسز اون اوف كنترول. اوكي، وهذا هون 6 بلس انفرتر. وهي عندي الكرنتس الثلاثة اللي داخلين من هون، وطبعا رح يجيني هون سبلاي. اذا بدك تحط السبلاي بي سي، اذا بدكم بتشيل البلس من هون. او طبعا رح تكون ريكتيفاير، بس انا مش رح اهتم فيها هون. رح اخذ انا الان هلا السكس بلسز اللي جايين منهم. هاي راح نسميها current regulator. وهاي الصحيح ايش لازم يجيها كمان؟ هلا لازم يجيها reference current. ولازم يجيها الميجر. احط هذول في مالتيبلكسر، نرجعهم كمالتيبلكسر. عشان نخفف الخطوط هدول actual هدول reference. اوكي، اذا الان انا بدي من الكنترولر ايش يعطيني؟ يعطيني هدول، وهدول ما راح يعطيني اياهم كفاليوز، راح يعطيني اياهم كويف فورمز. وكمان اذا بدنا حتى نذكر نفسنا، راح احط هدول هيك وهذه هيك وهذه هيك، وهي راح احطها هذه هيك وهيك. اوكي؟ يعني هذا الجزء اللي هلا حكينا عنه قبل شوي، اللي هو الجزء تبع الكرنت ريجوليتر والهستريسز، وراح يكون عنده سيتنج هون الهستريسز موجود.
هلا نرجع لثيتا ام. انا هدفي اطلع زاويه اسمها ثيتا اي. ثيتا اي هي الزاويه الالكتريكال اللي بتمثل لي الدايركشن تبع الفلكس في داخل المحرك. بدي اعمل له استيميشن. هلا يا اما ممكن احط اجيب محرك خاص فيه واركب في ذاك الهول افكت سنسرز، والهول افكت سنسرز راح تقيس الفلكس، راح تقيس لي قيمه الفلكس عند اي لحظه، بس هذا مكلف جدا، بدي اغير المحرك. اذا بدي احاول استنتج من ثيتا ام بدي اطلع ثيتا اي. الطريقه اللي بعملها ناخذ الكرنت، ممكن ناخذ اي واحد من الكرنتس من هون. هاي راح اخذ اي 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 بي اي سي، وهذا راح ندخله من هون. هذا عندي هون سليب استيميشن، فراح نعمل سليب استيميشن. هلا اذا بدكم هذا اي اي ممكن اخذه من هون. راح اخذ الكرنت واعمل سليب استيميشن. اخذناه مش هيك؟ كيف بعمل سليب استيميشن من الاي؟ من قيمه اي بقدر اعمل سليب استيميشن. اذا بعمل هون سليب استيميشن بقدر اطلع شيء بيشبه ثيتا للسليب. عندي هون ثيتا ميكانيكال، طلع معي ثيتا الكتريكال. هاي ثيتا الكتريكال مهمه جدا، هلا راح نشوفها. ثيتا الكتريكال اللي بتقول لي الزاويه تبعت الالكتريكال فلكس. طب ليش ما اعتمدت على هاي؟ لانه في عندي سليب، في عندي سليب ما بقدر اخذها. هاي بتمثل الميكانيكال انجل تبعت الروتر، ما بتمثل الالكتريكال انجل تبعت الفلكس. انا بدي الالكتريكال انجل تبعت الفلكس، وهي مهمه جدا. الزاويه ثيتا اي راح تسمح لي اني اعمل ترانسفورميشن للكووردينيتس ما بين ديفرنت كووردينيتس. هلا كمان هاي اذا اشتقيت ثيتا ام شو بتعطيني؟ اوميجا. اوميجا تمام. وهاي راح تكون اوميجا. مظبوط؟ طلعنا السرعه لانه السلوب الخارجيه بالكاسكيد لوب شو راح تكون؟ السبيد كنترول مش هيك؟ سبيد كنترول كلوز لوب، والداخل راح تكون عندي فلكس كنترول. انا هاي راح اخذها من هون. هاي السبيد اللي بدنا اياها. سميها ديزايرد او شيء هون. هاي اللوب الخارجيه، والايرور اللي فيها ايش راح يصير؟ هذا هون الايرور هو في اوميجا، وهو نفسه راح يصير تاو. مزبوط مش هيك حكينا اللوب الخارجيه؟ وهلا اظن انه هو في الموديل حاطط هون البي اي بي اي دي كنترولر، حاطط هون يا حاطط هجوم. اوكي نعم. علي صوتك. ما اخذنا مقارنه قبل البي اي دي مع السليب استيميشن، بس احنا بدنا ناخذ التورك الاكشوال ما طلعنا. لسه انا هون حطيت بس تورك ديزايرد. قصدك ما عملناش. مظبوط ما عملناش الطرح صحيح، بس ارجع احط البي اي دي كنترولر هون صحيح. اوكي هلا في عندي تو فلوكس، في عندي تو فلوكسز، في عندنا الدايركت فلوكس وفي عندنا الكوادريتشر فلوكس. هلا نذكر حالنا لحرسم دي سي موتور هون عشان نذكر حالنا فيه. هاي عندي نورث، هاي ساوث، وهي الارمتشر، وهي الدايركشن تبع الفلوكس. هذا راح اسميه الدايركت فلوكس، وعندي الفلوكس اللي هون راح يكون كوادريتشر فلوكس اللي هي 90 درجة. اللي راح نعمله راح نثبت هذا، وراح اغير هذا حتى اجيب التورك، وراح احاول احافظ على الزاوية 90 درجة. بس ايش مشكلتي هون؟ هون السهولة ايش؟ ان هدول زواياهم ثابتة والتحكم فيهم منفصل. مش انا اذا حطيت بيرمنت ماجنت بضل كيو دي الدايركت كونستانت، وبصير اغير بالفولتج تبع الارمتشر. اذا غيرت الفولتج تبع الارمتشر رح يتغير، رح يتغير الارمتشر كرنت، واذا تغير الارمتشر كرنت رح يغير لي، رح يتغير الكوادرتشر فلكس. بس احنا مشكلتنا بالاندكشن موتور ايش عم بصير؟
ايش عم بيصير بهدول التنين الكوادرتشر والدايركت؟ عم بلفوا باستمرار. على اي سرعه بلفوا؟ على اوميجا اي. وهي والزاويه تبعتهم في اي لحظه رح تكون ثيتا. فاحنا هون عندي رح اسميهم كيو دي. اسمي هذا كيو وهذا دي. بدي احاول هاي تكون 90 درجه. وهدول عم بلفوا على ثيتا على اوميجا اي. وفي اي لحظه لو اخذت ريفرنس وين ما بدك تاخذ الريفرنس تاخذه لهون. هذه عندي هون الزاويه ثيتا. وين عملنا لها استيميشن؟ هيها من هون. هذول اسمهم الكوادرتشر فلكس والدايركت فلكس. هدفنا نحاول نثبت الدايركت فلكس، ولذلك راح احط مباشره الان كونستانت اللي هو القيمه اللي بدي اياها للدايركت فلكس. واذا شفتوا في الموديل كانت 0.96 حطيناها. ها راح تكون كونستانت الريفرنس فاليو. والكوادرتشر راح ياخذ من الايرور اللي موجود هون بالتورك. فراح يصير عندي هلا عندي هذا هون الدايركت فلكس، فراح يكون في لوب للدايركت فلكس وراح يكون في لوب للكوادرتشر فلكس. هلا صار عندي اذا هذا هون الديزايرد. هلا خلينا نشوف الخطوه اللي بعدها. لازم نعمل هلا البارك كلارك ترانسفورميشن. طيب اذا راح اترك هلا هذا شوي وخلينا نركز على البارك كلارك ترانسفورميشن. هلا احنا احنا السهوله كانت عندي هون انه عندي دايركت فلكس بهذا الاتجاه، كوادرتشر فلكس في هذا الاتجاه، هذا كنا مثبتينه وهذا كنا نغيره. المشكله عندي هون هذا روتيتنج في داخل المحرك، عماله بعمل روتيتنج باستمرار على ثيتا على اوميجا اي الكتريكال، والزاويه تبعته في اي لحظه من لحظات ثيتا اي. هلا حتى اقدر اتحكم، بس انا مش قادر اتحكم بكيو ودي الا عن طريق مين؟ اي اي واي بي واي سي. فراح اطلع هون ديزايرد فاليوز لاي اي واي بي واي سي في اي لحظه من اللحظات. اذا هون انا عندي العالم اللي موجود هون راح اشتغل انا بكيو روتيتنج. اذا بدك حط ار ودي دي روتيتنج وكيو روتيتنج في المنطقه هذه. بس هون ايش عندي؟ اي اي وبي وسي. الفلكس اللي ناتج عن اي اي روتيتنج ولا كونستانت ولا ستيشنري في المحرك في داخل المحرك؟ ستيشنري. واللي ناتج عن بي ستيشنري على زاويه 120 درجه، واللي ناتج عن سي ستيشنري. وهدول ثلاث ارقام وهدول رقمين. مشكله هذا في مشكله بين هدول الاثنين. المشكله اللي بينهم راح احط هون بلوك ما بعرف شو هو. في عندي روتيتنج تو ستيشنري، والمشكله الثانيه تو فيريبلز هون تو ثري فيريبلز. فاهمين المشكله ما نفهم حلها؟ ولما يرجع عندي كرنتس فعليه، هي مش رجع عندي كرنتس فعليه من هون، هي هدول الثلاثه اذا بدك تاخذهم من هيهم هون I A as a function of time, I B as a function of time, I C as a function of time. أنا هون حاولت أحقق كرنت معين. إيش رجع لي؟ الكرنت اللي تحقق. أوكي؟ فهي هون زي بالكنترول سيستم، لو عندي كلاسيكال كنترول سيستم، شو بطلع؟ بطلع فاريبل يتحكم بالسرعة مثلا أو السبيد أو التمبريتشر، وبرجع لي الأكتوال فاليو، هي الريفرنس وهي الأكتوال. بس انا المشكله عندي هون لما بتحكم عمالي انا في عندي ديزاير دايركت فلكس وديزاير كوادرتشر فلكس. هذول مشكلتهم روتيتنج، هذول مشكلتهم ستيشنري. انا ما بقدرش اتحكم في محرك بشيء روتيتنج، بقدر ادخل على السيستم اي اي واي بي واي سي. وهذول مشكلتهم منهم اثنين، وهذول مشكلتهم منهم ثلاثه. اذا بدي الان ترانسفورميشن، حتى راح امد هاي الترانسفورميشن لتحت. ترانسفورميشن هاي راح امدها لتحت وراح ادخل عليها الاي اي والاي بي والاي سي. راح يطلع عندي من هون دي روتيتنج اكتشوال وكيو روتيتنج اكتشوال وهدول. فالكنترول سيستم عندي هون ايش راح ياخذ؟ راح ياخذ ايش فعليا قيمه الدايركت والكوادرتشر فلكس اللي فعليا في المحرك، وراح يطلع هو what it desires them to be. بس على الجهة الثانية من العالم أنا بقدرش أتعامل مع المحرك إلا ب
ستيشنري 3 بارامترز وراح يرجع لي ستيشنري 3 بارامترز. بدك تروح تحط دي مالتيبلكسر هون، راح احط دي ماكس هون عشان تشوف 3 و3، هي الثلاثة هدول هيك وهي الثلاثة هدول هيك، هي راح تدخل عندي هون دي ماكس وراح يطلع معي هون هلا اي اي از ا فانكشن اوف تايم، اي بي از ا فانكشن اوف تايم، واي سي از ا فانكشن اوف تايم. واضحة مشكلتنا؟ اللي بدنا نحققه معروف بس بدنا نفهم المشكلة. أنا التحكم تبعي بصير عن طريق دارك، شوفوا هاي المشكلة ولا كانت موجودة في الدي سي موتور، ليش؟ لأنه عندي هذا مو إذا بدي أغير دي بقدر بحط إلكترو ماجنت مش هيك؟ وبثبت الكرنت تبع الفيلد وبضل الفيلد ثابت. وإذا بدي أغير الكوادرتشر الكرنت في الأرمتشر بغير الكرنت في الأرمتشر بتغير الكوادرتشر بزيد عندي التورك مش هيك؟ العالم سهل جدا وبيطلع معي طرفين من الأرمتشر من الكوميتيتر من الكوميتيترز والبرشز مزبوط. وإذا بدك تطلع تقدر تطلع طرفين تحط كون كويل هيك وتكمل وتكمل الكويل هون وتطلع، وهي الفيلد الفيلد بتحكم فيه الدايركت والارمتر بتحكم فيه الكوادرتشر مزبوط. سهل جدا هدول كلهم مفصولين اثنين باثنين والاثنين ستيشنري مزبوط، الدي ستيشنري والكيو ستيشنري. المشكله هون انا عندي الاندكشن موتور له 3 تيرمينالز وال3 تيرمينالز ستيشنري يعني بتحكم بفلكس ستيشنري. فاهمين كل شيء عن ستيشنري؟ يعني اذا غيرت الكرنت في اي اي ايش الفلكس اللي بتغير داخل المحرك؟ في فلكس ثابت باتجاه ثابت دائما بتغير اللي هو الكويل تبع الاي او الار، وفي واحد ثاني تبع الاس وفي واحد ثالث تبع السي التي مزبوط. لكن انا هون اللي عم بتحكم فيه عم بتخيل انه انا عم بلف مع ثيتا اي مزبوط. في اي لحظه انا ماشي مع ثيتا اي وبراقب مين الدايركت فلكس والكوادرتشر فلكس وسرعتي مستمره على السينكرونس سبيد، عمالي بلف على السينكرونس سبيد وبقارن الاكتوال اللي بدي اياه باللي تحقق فعليا وبقارن الاكتوال اللي بدي اياه باللي تحقق فعليا. اذا ايش بدي هون؟ ايش محتاج بهذا المستطيل الكبير؟ ايش بنسميها؟ ترانسفورميشن. بدي ترانسفورميشن هون بدنا ترانسفورميشن بدها تحول في هذا الاتجاه مش هون السيجنال جاي من الكنترولر وتطلع كرنت تحاول تعمل كرنت وبدها ترجع بهذا الاتجاه. شو اللي تحقق عندي في ارض الواقع؟ كانه نوع من الترجمه مزبوط. بتترجم هدول، هدول ما بيعملوا لي شيء بالكنترولر، لازم احولهم للشكل هذا حتى اقدر افهم انه تحقق عندي اللي بدي اياه ولا ما تحقق اللي بدي اياه. طب هاي مدام هذا بيعمل روتيشن وله بوزيشن معين وهذا ستيشنري، ايش لازم عندي عشان الترانسفورميشن؟ في شيء مهم جدا لازم يكون متوفر عندي. اذا بدي احول من هذا الروتيتنج اللي له دائما بوزيشن مختلف للستيشنري اللي ما اللي بوزيشن تبعه ثابت، في شيء راح يبني العلاقه بينهم. ايش هو الفاريبل هذا؟ ايش هو؟ لا في واحد عماله بلف بدي احول منه، يعني هلا هون عندي هي هذا الروتيتنج وهذا الروتيتنج مش هيك؟ هذا كيو روتيتنج وهذا دي روتيتنج، وفي عندي بينهم راح يصير في كيو ستيشنري مزبوط. هذا انا اخترعته الكيو ستيشنري، ما فيش شيء اسمه كيو ستيشنري، بس بدي احول لاكسس اسمه كيو ستيشنري ودي ستيشنري، وبعدين من كيو ستيشنري ودي ستيشنري راح احول الى A و B و C، وضمنيا A stationary ولا rotating؟ و B و C stationary. إذا راح أعمل two transformations، أول مرة راح أحول من QR ل Q ل DR إلى QS و DS، وبعدين هذا stationary وهذا stationary راح أحول من QS و DS إلى AS و BS و DS. ايش بدي حتى احول من كيو ار ودي ار لكيو اس ودي اس؟ بدي ثيتا اي احسن. واذا الان هلا راح امحي هذا كله وراح اجيب ثيتا اي، هيها جاهزه. اذا ثيتا اي هي اللي راح تسمح لي اني احول بين الروتيتنج والستيشنري. ثيتا اي ما بحتاجها حتى احول بين ستيشنري وستيشنري مزبوط، بس بحتاجها حتى احول بين روتيتنج وستيشنري، فبدي اعرف وين هو موجود حتى احوله ل كونستنت او ستيشنري ريفرنس فريم.